السلام عليكم. معلومة على السريع، إذا كنت حامل لا تفكرين أبدا تروحين عيادة تغذية عشان تنقصين من وزنك فترة حملك. ليش؟ فترة الحمل جسمك يحتاج زيادة في كمية السعرات الحرارية عشان الطفل وأنت صحتك ما تتأثر بشكل سلبي، لكن لما أنت تنحفين معناته أنت راح تقللين من كمية الفيتامينات والمعادن اللي جسمك يحتاجها عشان ينمو الطفل بشكل سليم وبدون تشوهات حلقية. فإذا حصل في إنقاص في كمية الطاقة والفيتامينات والمعادن قد لا يتم الحمل لا سمح الله، أو قد يحدث تشوهات حلقية للمولود، وهذا الشيء إحنا نحاول نتجنبه قدر الإمكان. فلا تحاولي أبدا تنقصي من وزنك فترة حملك، لأن كثير يعني عدة مرات ناس حوامل يدفعون كشفية وبعدين يجون للعيادة ويطلبون إنقاص وزن.